هتاكلي احلى بسبوسه، هتطلعيها مظبوطه جدا بطريقه افخم واكبر المحلات، جميله جدا، مرمله ودايبه دوب وطريه جدا. كل اللي يدوقها هيسالك جايباها منين دي، من اهني محل، لانك هتعمليها بطريقه جميله جدا وسهله وبسيطه وبمكونات متوفره عندك في كل بيت. تابعيني وان شاء الله هتشوفي اسهل واسرع واحسن بسبوسه بطريقه ناجحه جدا. بصي البسبوسه متماسكه ازاي والسوا بتاعها مظبوط جدا، يعني ولا احسن ولا احلى من كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما شفتوا معانا البسبوسه، عندنا البسبوسه هنعملها بطريقه سهله جدا. حطي لايك للفيديو، ولو اول مره بتشوفي القناه اشتركي في القناه وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. عندنا المقادير، طبعا المقادير مهمه جدا علشان البسبوسه تطلع معاكي ناجحه، وكمان اهم حاجه الدقيق بتاع البسبوسه. الدقيق بتاع البسبوسه ما تجيبهوش يعني سايب من عند العطار، حاولي هاتيه معلب وهاتيه من شركه كويسه، هاتيه ناعم، لان في دقيق بيبقى خشن طبعا مش حلو جدا في البسبوسه، هاتي الناعم الفاتح. عندي اول حاجه كوبايتين من دقيق السميد، عليهم نص كوبايه من السكر، عليهم كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونص كوباية من السمنة. يفضل للبسبوسة علشان تطلع حلوة معاكي تكون سمنة بلدي علشان تديكي طعم كويس جدا. انا سبت حوالي معلقة صغيرة من نص كوباية السمنة علشان هنحطها على الشربات في الاخر. بعد ما حطيت كده على كوبايتين من دقيق السميد معلقة صغيرة خالص ممسوحة من البيكنج باودر، حطيت كمان نص كوباية من السكر، وحطيت نص كوباية من السمنة، وهبتدي ادلك. انا مش بعجن، لازم ادلك كده السميد بتاعي. البسبوسة ما بتتعجنش علشان ما تطلعش ناشفة منك، تمام. كل دي تكات مهمة، السوا بتاعها مهم جدا، المقادير مهمة، وكمان نوع دقيق السميد مهم جدا. في طبعا شركات كتير، انت هاتي نوع كويس، ممكن يكون اغلى حاجات بسيطة بس طبعا هيديكي نتيجة كويسة، تمام. عندي كمان حوالي ربع كوباية من جوز الهند الناعم، تمام. عندي كمان حوالي نص كوباية من الزبادي. خلاص زي ما قلت لكم، انا مش بعجن، انا بس عايزة المكونات كلها تختلط مع بعضها اهي بالشكل دوت كده، تمام. حسيت ان هي محتاجة معلقتين من المية، حطيت لها معلقتين من المية. معلقتين من المية يا حنان، يا حبيبتي حطي معلقتين من المية وما تخافيش، هتطلع معاكي احلى بسبوسة. عايزة اقولك ان البسبوسة ليها طرق كتير جدا، بس دي احسنهم، وبعدين في اصلا محلات بتعملها بالمية. عندي بقى كده صينية دهناها بالسمنة، هاخد طبعا العجينه بتاعت البسبوسه بتاعتي، هي بيكون ده قوامها، ما بتكونش خفيفه وسايله وما بتكونش بتلزق، يعني زي ما انت شايفاها كده، هو ده القوام المظبوط بتاع البسبوسه. هنا في الخطوه دي ممكن تبلي ايديكي بالميه وتفردي البسبوسه كويس في الصينيه، ما تخافيش، بلي ايديكي بالميه وهتتساوى معاكي بكل سهوله وهتبقى جميله جدا. بعد ما بنظبطها كويس جدا في الصينيه كده، طبعا عندنا طريقه التسويه مهمه جدا عشان البسبوسه تنجح معاكي. بعد ما سويتها بالشكل ده هدخلها الفرن على درجه حراره 180، هشغل من تحت، ولما تحمر من تحت وتاخد لون حلو واحس ان الجناب بتاعتها احمرت هبتدي اشغل الشوايه. ما ينفعش نشغل فوق وتحت مع بعض علشان ما تاخدش لون معاكي من فوق وتبقى من تحت بيضه. كمان الشربات بتاع البسبوسة مهم جدا. عندي دلوقتي كوبايتين من السكر، وطبعا شربات البسبوسة بيكون خفيف، هحط عليهم كوبايتين من المية، تمام كده. يبقى كوبايتين سكر عليهم كوبايتين من المية، معلقة صغيرة من السمنة البلدي، وطبعا عصرة الليمونة. حطي بقى لايك للفيديو، لو اول مرة بتشوفي القناة اشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد. طب انا ما عنديش ليمون فريش، عندي ليمون متفرز، فخدت كده مكعب صغير وحطيته، حطيت كمان ظرف من الفانيليا. خلاص الشربات بتاعي لازم يكون سخن جدا، والبسبوسه لازم يكون نازل من على النار، والبسبوسه كمان لسه طالعه من الفرن.
تمام كده. دي برضو خطوة مهمة جدا علشان البسبوسة بتاعتنا تطلع معانا ناجحة وطرية ومرملة وحلوة جدا. حطي بقى الشربات كله، حطي الشربات كله وما تقلقيش وجمدي قلبك، وهي هتشرب كله، وطالما البسبوسة بتشرب معاكي يبقى هي ناجحة جدا. تمام، بعد ما فضيت الشربات كله كده، انا طفيت الفرن طبعا، البسبوسة قعدت في الفرن حوالي نص ساعة وطفيت الفرن، ودلوقتي هدخلها الفرن وهو سخن كده تشرب كده وتاخد وتدي مع بعضها. تمام، من الشربات هسيبها 10 دقايق بس في الفرن كده. بعد 10 دقايق انا طلعتها من الفرن، والفرن طبعا كنت طفيته ما كانش شغال. بعد ما حطيت الشربات، تمام، هو دوت كده شكلها. هنسيبها بقى، المفروض انك تسيبيها تبرد خالص وبعدين تقطعيها، ممكن كمان تدخليها التلاجة شوية، بس طبعا هنا بقى انا مستعجلة فهقطعها وهي سخنة. بس هو الصح يعني انك تسيبيها تبرد خالص، هي حتى لسه بتطلع في السخانية بتاعتها في الدخان بتاعها. فطبعا الخطوة دي غلط جدا، بس هي برضو متماسكة وحلوة معايا. المفروض انك بتسيبيها تبرد خالص او بتحطيها في التلاجة نص ساعة وبعدين تقطعيها. بصي البسبوسة مرملة خالص ازاي وجميلة جدا، بجد 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 هتجربيها وهتعمليها على طول. شايفة جمال البسبوسة رغم ان هي ما بردتش، طبعا لما تبرد هتتماسك اكتر وهتبقى جميلة جدا. بصي بقى الجمال، يعني انا عايزة اقول لكم الفيديو ده انا كنت عاملاه برضو قبل حالة الوفاء، بس الحقيقة يعني انا كنت عاملة حوالي 3 فيديوهات كده بس ما لحقتش انزلهم، فطبعا علشان الظروف اللي انا كنت فيها نزلته لكم بعد ما يعني ربنا يعني ايه يعني يصبرنا كده وما يكتبش على حد اي حاجة وحشة يا رب. بصي البسبوسة جميلة ازاي، بجد جميلة جدا ومرملة، وتشرفك قدام لو في عزومة، تشرفك قدام ولادك هيقولوا لك جايباها من اهني محل دي. بصي خطيرة خطيرة خطيرة، يعني هي مش محتاجة ان انا اوصفها، هي بتتكلم عن نفسها في السوى، ومرملة وجميلة جدا جدا جدا. امشي على المقادير مظبوطة، هكتبها لك في صندوق الوصف، وبجد هتعجبك. وقولي لي كمان رأيك ايه في التعليقات لما تجربيها. شايفة الجمال، بصي بقى البسبوسة بتاعتنا شايفة مرملة ازاي وناعمة ودايبة دوب، يعني مفيش احلى ولا اجمل من كده. حطي بقى لايك للفيديو، ولو اول مرة بتشوفي القناة اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان يوصل لكل جديد، ولو في اي وصفة عايزاني اعملها لك اكتبي لي في التعليقات وان شاء الله هعملها لك. شايفه الجمال، كان نفسي تبقوا معايا وتدوقوا منها علشان تعرفوا قد ايه هي جميله. شايفه ايه رايك؟ احلى بسبوسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.